ضمن توجيهات معالي وزير التربية للتواجد في الميدان، حقيقة اليوم كان لنا زيارة ميدانية إلى قسم تربية ربيعة وبالتحديد ناحية ربيعة، وأيضا كان من الموضوع الأهم هو مرافقة زيارتنا السيد عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور سعدون مكيف الشمري. حقيقة هذه الزيارة للاطلاع على كل الأحوال في ناحية ربيعة وخاصة العملية التعليمية والتربوية. حقيقة تم زيارة قسم تربية ربيعة، وجدنا إدارة القسم تعمل بشكل جيد وممتاز من أجل ديمومة العملية التربوية، إضافة إلى تفقد العديد من المدارس والاطلاع على احتياجات تلك المدارس من كل النواحي، وأيضا زيارة مشاريع الأبنية في ربيعة. نتأمل خيرا إن شاء الله، ونقول أن العملية التربوية في محافظة نينوى تسير بشكل جيد وممتاز بتضافر جهود كل من إدارة التربية والكادر العامل بالتربية، وكذلك إدارة القسم، وكذلك دعم الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، وأيضا الدعم الكبير لوزارة التربية. إن شاء الله نقول القادم أفضل، وأن العام الدراسي الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا.